صلاة واحدة في الحرم تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. هل في أحد منكم أجرى حسابا كم يحتاج الإنسان من الوقت من الأيام حتى يصلي 100,000 صلاة؟ أنا أقول لكم يحتاج 55 سنة عشان تصلي 100,000 صلاة. شوف الفضل العظيم يا أخوان الكرام، صلاة واحدة تعدل لك عمرا ثانيا إضافي 55 سنة، كلها طاعة ما فيها أي محرم، كلها صلاة. طيب إيش رأيكم لو صلينا 5 صلوات يوم واحد في الحرم؟ تعادل 277 سنة يوم واحد. 10 أيام 2700 سنة وتزيد. شوف الفضل يا أخوان الكرام. أعمارنا 60 و70 ممكن نجعلها أعمار، أضف عليها ليلة القدر أكثر من 80 سنة ليلة واحدة.